مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. اليوم هيكون موضوعنا بإذن الله مراجعة للمهارات العملية المطلوبة في اختبار العملي لمنتصف الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2021-2022. لدينا الآن برنامج الشورت كات كما هو موضح أمامنا على الشاشة. المهارة الأولى، كيف يتم استيراد ملف الفيديو يا شباب؟ نقوم بالذهاب إلى Open File، ثم نقوم بتحديد مكان الفيديو وليكن في Sources في هذا المجلد. نقوم يا شباب بالذهاب إلى المجلد الذي به الفيديو، ثم نقوم بالضغط على الفيديو كما هو موضح أمامنا. نلاحظ الآن ظهور الفيديو في نافذة المشروع كما تم ذكره سابقا. الآن نريد الانتقال إلى المهارة الثانية، وهي أن يتم إضافة الفيديو إلى التايملاين. المهارة التي نحن بصددها الآن وهي إضافة الفيديو إلى التايملاين. هذا هو التايملاين. كيف نقوم بإضافة هذا الفيديو إلى التايملاين؟ نقوم بالضغط على زر الزائد. لاحظوا كده يا شباب معي، هذه العلامة الزائد، هذه نقوم بها إضافة الفيديو، وعكسها هذه الناقص تقوم بحذف الفيديو. الآن قمنا بالضغط على زر الزائد، لاحظوا معي الآن تم إضافة الفيديو إلى شريط التايملاين. ننتقل إلى المهارة الثانية، وهي تقسيم الفيديو إلى مقطعين أو اثنين فيديو. هذا الفيديو موضح أمامنا يا شباب، نريد تقسيمه إلى جزئين. نقوم بتحريك المؤشر إلى المكان الذي نريد فيه قص الفيديو، وليكن هذا هو المكان، ثم نقوم بالضغط على زر Split. واضح هذا الزر يا شباب، سيقوم بتقسيم الفيديو إلى مقطعين. لاحظوا كده معي، الآن تم قص الفيديو إلى مقطعين. ننتقل إلى المهارة الثالثة، وهي إضافة صورة ثابتة إلى التايملاين. فايل هي شباب قدامنا، أوبن فايل مرة أخرى، ثم نقوم بتحديد الصورة. أين الصورة التي نريد إضافتها يا شباب؟ ولتكن الصورة موجودة في مجلد 3-9 أو هذا المجلد. نأخذ الصورة دي يا شباب، ليس علاقة بالموضوع، لكن هذه الصورة موجودة قدامنا. طيب، الآن تم إضافة الصورة في المشروع، ولكن لم يتم إضافتها في التايملاين. كيف أقوم بإضافة الصورة في التايملاين يا شباب؟ من يقول يا شباب كيف يتم إضافة الصورة إلى التايملاين؟ أحسنت، كما ذكرنا سابقا نقوم بالضغط على زر الزائد. لاحظوا كده معي يا شباب، تم إضافة الصورة في نهاية شريط التايملاين. ننتقل إلى المهارة التالية يا شباب، وهي مهارة عرض المؤثرات. كيف نقوم بعرض المؤثرات في برنامج الشورت كات؟ نقوم بالذهاب إلى فلترز هي مرة أخرى، ثم نتأكد من وجود علامة أو كتابة الفلترز قدامنا، ثم نقوم بالضغط على زائد. هذه تقوم بإضافة المؤثرات، هذه كلها مؤثرات يا شباب، وهذه هي مؤثرات فيديو كاملة. نستطيع أخذ المؤثرات كما هو مطلوب في المهارات التالية. المهارة الثالثة يا شباب التالية التي أريد أن أعرفكم بها، وهي تقنية ثبات الفيديو. لاحظوا كده ما يحتاج الفيديو يا شباب، ستجدون أن عند وضع المؤشر بهذه الطريقة ونقوم بتشغيل الفيديو، سنلاحظ أن الفيديو أو الصورة مهتزة كما هو موضح أمامنا يا شباب. كما ذكرت لكم في الصفوف أثناء شرح هذه المهارة أن مهارة تثبيت الصور لا تأتي بنسبة 100%، ولكن بنسبة إلى حد كبير 85%. لمعالجة ثبات الصور نقوم بالذهاب إلى فلترز، ثم نقوم بالضغط على علامة الزائد، ثم نقوم بالذهاب إلى فيديو، ونقوم باختيار أو كتابة اسم المؤثر وهو Stabilize. نقوم بالذهاب يا شباب إلى Stabilize، عندنا 2 Stabilize يا شباب، نختار Stabilize الأخيرة بدون الرقم، ثم نقوم بالضغط عليها. نقوم بكتابة التشيكنس بوضعها إلى 10، ثم نقوم بوضع الأكيرسي الدقة إلى 15، ثم نقوم بانتقال المؤشر إلى السموزنج تجانس وليكن 70. بعدها شباب ننتقل إلى زر مهم جدا وهو زر أنالايز. إلى الآن لم يتم معالجة اهتزاز الصور، لكن عند الضغط على زر أنالايز سيأتي نافذة خاصة بالحفظ، وليكن حفظ الملف باسم الأداة Stabilize التي تقوم بهذه المهارة، هي أداة Stabilize. ثم نقوم كتابة فيديو Stabilize فيديو، حفظنا الآن يا شباب الملف باسم Stabilize فيديو. لاحظوا معي ماذا يصير هنا على اليمين، سمى عملية الأنالايز أو التحليل الملف. بعدها
عند تشغيل الفيديو سنجد أنه تم معالجة الفيديو الاهتزاز الواضح فيه بنسبة 85 إلى أكثر. نشوف كده يا شباب الفيديو، لاحظوا كده معي، تم معالجة جزء كبير جدا من الاهتزاز الذي كان موجود في الصورة. الآن ننتقل إلى المهارة التالية يا شباب، وهي تصحيح الألوان. إذا أردنا تغيير ألوان لأي فيديو تم تصويره بوضع ألوان معينة أو تأثيرات معينة، نقوم بالذهاب إلى قائمة فلترز مرة أخرى، ثم نقوم بالذهاب إلى إضافة مؤثرات، ثم نقوم بكتابة اسم الأداة أو الفلتر وهي اسمها Color Grading. نقوم بكتابة COL ستظهر لي Color Grading، نقوم بالضغط عليها كما هو موضح أمامنا، تظهر أمامي يا شباب التأثيرات. نقوم بإظهار هذه القائمة، لاحظوا كده معي يا شباب عند التغير أي لون، لاحظوا كده معي على الصورة لما تغير الصورة. الآن بننتقل إلى المهارة التالية، تكبير الفيديو. كيف نقوم بتكبير الفيديو؟ عندما إذا أردنا أن نقوم بتكبير الباص أمامنا يا شباب، فنقوم باختيار الوقت من الفيديو الذي نريد تكبيره، وليكن عند هذا الوقت يا شباب، ثم نقوم بإضافة الأداة split، ثم نقوم باختيار الوقت الذي ينتهي فيه التكبير وليكن عند هذا المقطع. الآن يا شباب نقوم باختيار الوقت الذي نريد تكبيره بهذه اليد، نحط اليد عليه يا شباب، ثم نذهب إلى قائمة فلترز مرة أخرى، ثم نقوم بالذهاب إلى أداة إضافة المؤثر، ونقوم باختيار أداة سايز يا شباب، أو تكتب سايز أو روتيت أو أي منها يا شباب. يظهر لي هذه النافذة قدامنا يا شباب، نختار ننزل بالمؤشر إلى أسفل، ونأتي على الزوم ونقوم بكتابة التكبير إلى 200. لاحظوا كده معي يا شباب، إذا قمنا بتشغيل الفيديو، لاحظوا معي متى سيتم التكبير. نقوم بتشغيل الفيديو، لاحظ الفرق، الآن تم التكبير قدامنا واضح يا شباب، ثم انتهي. ننتقل إلى مهارة أخرى يا شباب، وهي تغيير سرعة الفيديو. كيف نقوم بتغيير سرعة الفيديو؟ نقوم بالذهاب إلى زر بروبرتيز، لاحظوا كده معي يا شباب، كل الأوامر السابقة كانت من زر فلترز، الآن نقوم بالضغط على زر بروبرتيز لتغيير السرعة، ثم نأتي على سبيد، لاحظوا كده معي هذه الكلمة يا شباب سبيد، ثم نقوم بتغيير رقم 1 إلى 2، لاحظوا كده معي. ثم نقوم بتشغيل الفيديو يا شباب، شوف لاحظ الفرق، الآن تم تسريع الفيديو، يعني يا شباب في الجزء الأول من الفيديو، لاحظوا كده معي، هنا تم تسريع الفيديو. ننتقل إلى تأثير آخر يا شباب، وليكن تأثير إضافة نص، أو يمكننا برنامج الشورت كات من إضافة النصوص إلى الفيديو. إذا أردنا إضافة نص في هذا المقطع من الفيديو، نقوم بالذهاب إلى أيضا إلى مؤثر فلترز، ثم نقوم باختيار زائد، ثم نقوم بكتابة تكست إضافة نص يا شباب، الفلتر هو اسمه تكست، نختار سيمبل تكست، ثم نقوم بكتابة النص الذي نريد ظهوره على الشاشة، وليكن here is دوحة، هنا الدوحة. لاحظوا كده يا شباب على الشاشة قدامنا ظاهر نص here is دوحة، واضحة دي يا شباب. ننتقل الآن يا شباب إلى الخاصية الأخيرة أو المؤثر الأخير الذي أريده أن تتقنوه في برنامج الشورت كات، وهو تصدير الملف إلى ملف فيديو. كيف نقوم بحفظ هذا الملف وتصديره إلى ملف فيديو يا شباب؟ نقوم بالذهاب إلى قائمة فايل، ثم نختار أمر Export Video، لاحظوا معي يا شباب Export Video، تظهر لنا هذه النافذة، نقوم يمكننا طبعا من هنا اختيار الامتداد للملف، ثم نقوم بالضغط على زر Export File، تظهر لنا هذه النافذة. في هذه النافذة يا شباب أقوم بكتابة اسم الملف، وهذه نقطة مهمة يا شباب، في إن شاء الله أثناء اختبارك أريد من كل طالب أن يقوم بكتابة اسم الطالب كاملا ثم الصف بتاعه، وليكن مثلا الطالب وليكن اسمه حمد، أقوم بكتابة اللغة العربية يا شباب، حمد راشد المهند، ثم نقوم بكتابة الصف بتاع الطالب، هذه خاصة شباب بالاختبار العملي فقط عشان يتم تمييز شغل كل طالب في الاختبار العملي، نقوم بكتابة الصف وليكن 9 وبعدين شرطة 3. الآن يا شباب هذا الطالب الموجود في صف 9-3، هذا الفيديو الخاص به خاص بالشغل بتاعه على العملي، وهذه زي ما ذكرت فقط نقوم بها عند الاختبار العملي فقط. خلاف ذلك يقوم بحفظ الفيديو باسم الملف اللي انت عايز تحفظه، ثم نقوم بالضغط على سيف، لاحظوا كده معي يا شباب سيتم هنا حفظ الملف باسم
الذي تم اختياره. بكده يا شباب نكون قد انتهينا من مراجعة المهارات العملية لمنتصف الفصل الدراسي الأول للاختبار العملي. أستودعكم الله، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.